الصلاه الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، السيد الوزير عمران احمد وزير المكرمين والتوظيف الخارجي، السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهل علينا 23 من سبتمبر من كل عام ليذكرنا بهذا اليوم الغالي لتوحيد المملكة العربية السعودية، ناقلا إلينا قصة كفاح طويلة دامت أكثر من 3 عقود، قادها المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. وحدت هذه البلاد الطاهرة قصة كفاح ونجاح تعلم الأجيال القيم وعالي الهمم والتضحيات الخالدة. واليوم في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يعيش الوطن الذكرى 89 لتاسيس هذا الكيان العظيم وهو يلعب بالرفاهية والاستقرار. ولله الحمد والمنة، وتشهد المملكة في السنوات الأخيرة وضمن رؤية المملكة 2030 قفزات هائلة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإصلاحات الداخلية تهدف إلى تنمية شاملة مستدامة بإذن الله. كما أود هنا أن أشيد بالعلاقات المميزة والراسخة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغلاديش الشقيقة، والتي تقوم على أسس متينة من الروابط الدينية والثقافية والإنسانية. وقد شهدت هذه العلاقات تعزيزا وتطورا ملحوظا في أعقاب الزيارة التي قامت بها دولة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى المملكة ولقاؤها مع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وكذلك الزيارات المتتالية. معالي الوزير، الحضور الكريم، لقد كانت بنغلاديش من ضمن 5 دول تم تطبيق مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج رؤية 2030 والهادفة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك خلال إنهاء إجراءات الجوازات والتحقق من الاشتراطات الصحية وترميز وفرز الأمتحة في مطارات الدول التي يغادر منها الحاج. وقد كان للسلطات البنغلاديشية دور فعال وإيجابي بالتعاون مع السلطات السعودية في إنجاح هذه المبادرة. وفي الختام أتقدم بالشكر لحكومة جمهورية بنغلاديش على ما تقوم به من دعم للمملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب من أعمال تخريبية واعتداءات سافرة على بلاد الحرمين الشريفين والتي تستهدف بها المدنيين والمقيمين الآمنين. ندعو الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين همة حتى القمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.